بيكم اليوم الناس الكل في راديو بلاي ان. اليوم باش نحكيو شويه مع بعضنا على الفنانه المعروفه واللي الناس الكل تعرفها منال عمارة، اللي اثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اثر نشرها لمقطع فيديو على حسابها الخاص يوثق لحظات رومانسيه لها رفقه حبيبها باحد النزل احتفالا بعيد ميلادها، واستغرب متابعيها من نشر لحياتها الخاصه على وسائل التواصل الاجتماعي. والاغرب من هكا انه فيديو يوثق انه خمور موجوده في اللحظه هذيك، هكا يكونوا متابعينا استغربوا بدرجه كبيره ياسر، واغلبيتهم الكل تاحوا فيها بالكلاش، وقالوا اغلبيه الفنانات الكل هذيك عيشتهم هذيك حياتهم خمج في خمج، كان الشراب وكان الخمر ماشي في بالهم اللي احنا ما نعرفوش خمجهم، وجاي ينظفوا في صورتهم قدامنا في اللي عليهم، لكن احنا نعرفوا ديما خمجهم. كما كنت تسمع ذي اغلبيه الرسائل اللي توجهت المنال عمارة بعد نشر فيديو هي وصديقها ولو خطيبها ومعهم خمور، ما تنساش انت لو كنت حاب تعطي رايك ما تنساش تعطينا رايك في كومنتير، هاكم كنوا وصلنا لنهايه الموضوع.